تسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو بثوبه الجديد وغترته الجديدة، شيخنا وكابتن ضيوف برنامج كورة أحمد المصابيح أبو تركي. وحشت الناس وحشتني أنا بالذات. الله يحييك وجود أنا الله وحشيني وحشني كورة وبرنامج كورة وفريق كورة ومتابعي كورة. حقيقة أنا مثل المتابعين يعني جلست على أعصابي، نطلع ما نطلع والأسئلة ويوميا نتلقى، وهذا دليل حب وهذه محبة من الله. يعني الواحد الحمد لله يعني ذي نعمة لك أنت والفريق العمل وتحديدا أنت شخصيا. العجمة يعني حتى جاني غيرة بصراحة يعني أفكر روحي مين شمال، طيب والعجمة يا أخي أسألني أنا وين أروح. لكن الحمد لله أن التمينا من جديد واستمرين السنة 12 هذه نعمة، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم جديد، هذا المهم، وعلى مسافة واحدة زي ما قلت في مع الأندية ومع المنظومة الرياضية بشكل عام. عبد العزيز سويد أبو نايف هلا وسهلا فيك. يا هلا ومرحبا فيك، بس قبل أبدأ تسمح لي أشرب موية؟ صحتين لأنه مهم جدا بدري من البداية. صحتين يا حبيبي، بسم الله عليك ما شاء الله. طيب طبعا في البداية السعادة بوجود المجموعة اللي أنت معها، هذا أهم شيء، روح الفريق مهمة جدا جدا جدا، وإحنا عارفين إن إحنا حتى وإحنا يعني في الإجازة ترى كلنا متواصلين مع بعض ونعطي بعض، وهذه روح الفريق اللي ممكن هي اللي الواحد يفكر فيها كثير. الشيء الآخر اللي صار في المشهد اللي الفترة الماضية، والله بصراحة الواحد يفتخر ويعتز ويتشرف أنه في برنامج يعني أنا بالنسبة لي أسميه صدر المجلس في كل مكان يكون فيه. لذلك أنا أشكر برنامج كورة، أشكرك أنت، أشكر إدارة كورة طبعا على رأسها الوليد، الزملاء الموجودين أنهم فعلا أنا موجود من ضمن المجموعة هذه. تشرف فيك أبو نايف. ماجد التواجري أبو تركي هلا بوجود، هلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شاغل الناس والدنيا أنت، ما خليتنا نرتاح في الإجازة. والله أني أتكلم جد، والله أني أتكلم جد. تدري وليدي سلمان وش يقول؟ بابا ورا ما تسوي جوالك جوال تركي العجمة. والله من كثر ما يشوف الرسائل، كمية الرسائل، وهذه مهم مجاملة ولا مبالغة، وقلتها لك بالتليفون، ترى عملية، وانت قلت في المقدمة وانت تستحق عملية حب الناس من الله سبحانه وتعالى. وانا اعرفك عن قرب، انت انسان بار بوالدينك، قريب من اخوانك، وهذا عشان كذا ربي معطيك هذه المساحة. إن شاء الله تكون الأمور طيبة ونقدم يعني موسم، أنا معك للموسم الثالث على التوالي، ماني زي كابتننا الكابتن الكبير، مع العلم أن عبد العزيز السويدي طالبني قبل شوي يقول نازع إشارة القيادة من المصابيح. لا يقول نبي نعطيها واحد جديد، بس ما راح أعلم من يعطيها بقال أفضل، بيعطيها نجم حيكون سوبر ستار بالنسبة للبرنامج إن شاء الله. إن شاء الله الله يحيي، بس ما نقدر ناخذها من ابو تركي. الله يحيي جميع نجوم، بس عدل الله ابو تركي لا حد يقرب منه لو سمحت، غطى ارجوكم الا احمد المصابيح. الله يرضى عليك. ابو اميره حاتم خيمي، انت طبعا لازم كل موسم نجيبك من مكه للرياض من اول حلقه في كوره الى اليوم، يعني اتفائل فيك يا ابو اميره، اهلا وسهلا فيك حبيبي بجود. الله يسعدك واسعد الاوقات اكون بينكم هنا واكون معك بجود دائما ابدا. حقيقة أقول أول شيء الشكر لله ثم لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، هذا الرجل الحريص على تقديم الإعلام الحقيقي في زمن يصعب فيه تقديم الشيء الحقيقي. يمكن الجملة هذه طبعا خلفها تفاصيل كثيرة لكن اتركها للمشاهدين. شكرا لكل من يعمل في روتانا، صراحة أبهرت وأنا أرى الاستوديوهات من الخارج ومن الداخل. أشكرك يا بوجود على حرصك وإصرارك على تقديم الإعلام المطلوب، الإثارة الحقيقية، الإثارة المحترمة الصعبة، الإثارة المبتذلة. سهل جدا أي أحد يعمل هبل ويعمل تهريج، لكن الإثارة الحقيقية والإثارة المحترمة لا تخرج ولا يستطيع أن يخرجها إلا من القادر عليها. برنامج كورة يعني أشعر، أنا الآن بتكلم أشعر بشجن حقيقة، يعني الحمد لله من أول حلقة قبل 12 سنة والآن متواجد معاكم الحمد لله. لما يسألك أحد أعطني هويتك، اسمك، متزوج ولا مش متزوج، أشعر أني حجاوب حاتم عبد الحميد خيامي، متزوج، عندي بنتين
برنامج كوره. الله الله الله، اشعر ان فعلا بالولاء والانتماء لهذا البرنامج الكبير. جميل جدا. انا سعيد بكلامكم يعني جميعا، حقيقه اشعر بهذا الولاء الكبير والانتماء لهذا البرنامج الكبير. شكرا. واشعر بالفخر اني هذا البرنامج، واشكركم على ثقتكم في الدائمه ان اكون متواجد في هذا البرنامج اللي افخر ان اكون احد افراده. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل الكلام الجميل. ابغى اشكر كمان الفنان فيصل السالم اللي جاء وكذا واعطانا لمسه حلوه في دخله البرنامج.